أنا اسمي غانم مفتاح، هذه قصتي التي تتحدى المستحيل. إعاقتي اسمها متلازمة التراجع الذيلي، هي من أدرى الإعاقات في العالم، وهي تأثر علي كثير، ولكن تعايشت معها برضا وحب وسلام. أنا إيجابي لأن تعلمت من أمي أن الحياة حلوة، ما في شيء اسمه مستحيل. من خلال حسابي في الانستغرام وعندي تقريبا 1,000,000 متابع، أريد أن أقول أن كل إنسان يحق له أن يحلم وأن يكون له طموحات يحققها. أريد أن يفهموا أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العطاء وأنهم فعالين في المجتمع. بطولة العالم لألعاب القوة لذوي احتياجات الخاصة الدوحة 2015 ستتحدى المستحيل، وهاي فرصة لنا للتنافس، ومن خلالها نبين للعالم أن الإعاقة لا تعني الاستسلام. احصلوا على التذاكر الآن. نشكركم على دعمكم المذهل.